أنا رح فوت جهز الحلو، أنتي ضلي لأنه لازم تنتبهي على الضيوف. ماشي رح ضل هون. ماشي يلا روحي. أنا رح حاسبك يا متري على كل يلي عملتي معي، ورح تشوفي شو بدي أعمل فيكي. مين في هون؟ ما في حدا. ما بعرف. استنوا شوي. مين انتو؟ بعتتنا الشركة لهون مشان نزين البيت ونعلق الورود، واحتجنا صينية كبيرة. بتسمحي لي فوت لأخذ صينية؟ بعد إذنك. آسفة. تفضلوا فوتوا. تعالوا. شو هاد؟ هن نبلشوا بالمراسم هلأ؟ لازم استعجل، ما بصير، ما لازم اتأخر أبداً. اسمعوني، انتوا روحوا هلأ حطوا الورود بمكانهم، ايه؟ يلا. كيف بدي ألبس هاد؟ عشيش، الكل عم ينادولك. شو هاد عشيش؟ لسه ما لبست لهلا. خالتي، في حدا اجى معك؟ لا ولا حدا. عشيش خالتي سونا بدها اياك. شو عم تعمل؟ ليكي هاد، شوفي كيف بينلبس؟ عشيش الموضوع بسيط، رح زبطه. ايه زبطي لي. انت بتاخد وقت كتير بهي الشغلات البسيطة، مو معقول انت. عشيش خالتي عم تنادينا. ايه معلش تنادي. عشيش سمحتوا كل أفراد العائلة ينزلوا لهون فوراً. ماشي خالتي. إيه ماشي. عشيش. إيه خالتي جيت. Thank you.
هارش، شو عم تعمل؟ لا ترمي الورد. أنت أهم من كل شيء بالنسبة إلي. نحن مستحيل نفترق عن بعض. توعدني؟ بوعدك. أنا متأكدة إنه هاي الخطة رح تنجح. لازم نلاقي شي طريقة لخلي ماتري تاكل من هذا الصحن، وبمجرد ما تاكل ماتري لقمة وحدة بوقتها هي رح تخسر حياتها وأخلص منها. انتي رجعتي لهون؟ انتي نهنتي بهذا البيت ورجعتي له مرة تانية؟ يعني ما حسيتي بالإهانة؟ كمان قولي لي شو كل هاد؟ رجعتي تخططي لتخلصي من ماتري؟ بابا، لو كانت ماما هون كنا انبسطنا. صحة أمك يا ابني أهم شي هلأ، مشان هيك راحت. لا تزعل ابني، كل شيء رح يكون منيح. وين ناندو؟ هلأ كانت هون. هي نادت لي وبعدين راحت. رح روح شوفها. نانديني، عفوا بعتذر منكم. خالتي انتي كيف فيك تعملي هذا الشيء؟ فهميني. بنتي نانديني، منيح كتير انك جيتي لهون. انا كان بدي، انا رح روح خبر كل العيلة عن نواياكي. استني بنتي شوي. نانديني. أنا آسفة، ما رح خليكي تروحي تخبري الكل عني ناندين. وهلأ رح تكون البداية لنهاية هالعيلة. مو معقول، وين راح هداك الصحن؟ أخذوا الصحون ليوزعوه على الناس. أنا حطيت علامة على الصحن يلي حطيت فيه الدواء، بس ماني عم شوفه مع حدا.